السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله يا رب، وربنا يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده حبيت اشارك معاكم اخر فطار يوم اخر فطار اخر فطار في اخر يوم من رمضان. عملت فطار سهل وبسيط جدا، عملنا كباب حله، وعملنا كمان شويه سلطه الطحينه وشويه سلطه الطماطم، وكمان عملنا في طبق كمان كانتالوب، حاجه حلوه ناكلها مع الاكل. وكمان كان عندي الباذنجان قليته، وعندي فيديو كمان على عندي فيديو على القناه طرق كتير للباذنجان، وكمان برده طريقه اللحمه كباب الحله. فشوفوهم ان شاء الله يعجبوكم، وانا هقول لكم برده على طريقه كباب الحله سهله جدا وبسيطه. هو عباره عن ايه؟ بتجيب اللحمه حسب الكميه اللي انت عايزاها، وكباب الحله ده عباره عن بصل، هتجيبي بقى تعمليه في حله او في صينيه، هتحطي اللحمه الاول من غير ما تحط اي زيوت او اي سمنه، تحطيها يعني تتغير لونها وتقلبيها وتسيبها تسرد الماء اللي فيها كلها لحد ما تنشف. وبعد كده نضيف البصل، طبعا البصل هتقطع 4 بصلات كده كبار جوانح، وتحطي فيهم مع البهارات بتاعتك بقى. ايه البهارات بتاعتنا؟ فلفل اسود، وكمان معانا كمون، ومعانا ملح. الملح اصلا بنحطه في الاخر، ما نحطوش يعني على طول، في اول ما بيبدا كباب الحله. البهارات قلنا فلفل اسود، بهارات لحمه، معانا كمان شويه جنزبيل، شويه قرفه صغيرين، شويه يعني البهارات الموجوده عندك. بصراحه الواحد بينسى انواع البهارات، التشكيله يعني من البهارات، تحطيها وكده. حبهان مطحون كمان، يبقى كده البهارات بتاعتنا هنحطها. يبقى حطينا اللحمه الاول، تاخد تشويحه على النار من غير اي زيوت زي ما قلنا. بعد كده هنضيف البصل الجوانح ونديها تقليبه ونحط البهارات بتاعتنا، وبعد كده تتشرب الميه اللي فيها، ونبدا بقى نضيف. كل ما تتشرب نضيف كوبايه بكوبايه كده لحد ما اللحمه تقرب تستوي خلاص. هنروح حاطين شويه ملح، وبكده خلاص كده الاكله بتاعتنا خلصت، مع الحاجات اللي انتم شايفينها كده قدامكم. اكله سهله وبسيطه، واتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، فيديو سهل وبسيط. وكل سنه وانتم طيبين جميعا، وبالف هنا وشفاء. اتفضلوا معانا.